مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة معانا مشروع فريد من نوعه. فكرة المشروع ده مستوحاة من العملات الثابتة زي اليو اس دي تي واليو اس دي سي. زي ما احنا عارفين بالنسبة للعملات الثابتة، علشان تطبع او تعمل منت ليو اس دي تي زيادة، فلازم يكون عندك اصول او فلوس حقيقية مقابلها، اللي هي بتتسمى تريجري فاندز. في الطبيعي اللي بيعمل اصدار للستيبل كوينز بيرجع يشتري اليو اس دي تي تاني من السوق لما يتباع. فكرة المشروع ده وهو رمزه فاست، انه بيعمل نفس الحركة، بيرجع يشتري العملات مرة تانية لو نزلت تحت حاجة اسمها البيز برايس. وهم ضمنين الكلام ده لان هم دايما معاهم سيولة كفاية علشان يشتروا عملات فاست قبل ما تنزل لسعر البيز. دي حاجة مضمونة زي ما احنا شايفين. We always have enough to buy every single token in circulation at the set base price. حاجة تانية، مستحيل السعر ينزل تحت سعر البيز برايس. زي ما احنا شايفين هم عاملين عمليات حسابية تضمن ان سعر العملة يفضل فوق البيز برايس، وهنعرف دلوقتي البيز برايس الحالي كام، زائد ان البيز برايس ده ما ينفعش يقل عن سعره، هو بيزيد فقط، ماشي في اتجاه واحد فقط. مثال بسيط، عندك 100 دولار في الخزنة، فبالتالي قدامها بيكون فيه 100 عملة ثابتة، فالسعر دولار للتوكن الواحد. اي وقت سعر التوكن ينزل تحت الواحد دولار، ساعات احنا بنشوف ان العملة بتبقى 0.99997 اللي هي اليو اس دي تي. اللي بيحصل ان هما بيرجعوا يشتروها تاني اول لما تنزل تحت الدولار، فده بيضمن ان على طول سعر العملة الثابتة يكون دولار. فالموضوع ده حسابيا ورياضيا بيضمن ان السعر يكون على طول عند الواحد دولار، لا يقل ولا يزيد. الموضوع ممكن يكون معقد شوية وصعب يتفهم في البداية لانها فكرة جديدة، مشروع فريد من نوعه زي ما قلت. التفسير او الشرح، لان سعر البيز على طول بيزيد وما ينفعش يقل. لو عدد التوكنز اللي هي مثلا اليو اس دي تي قلت، في حين ان الفلوس اللي موجودة في الخزنة الرئيسية ثابتة، فبالتالي البيز برايس هيرتفع. الحالة التانية، لو زودنا عدد الفلوس اللي في الخزنة الرئيسية، في حين ان عدد اليو اس دي تي اللي موجود في السوق لسه زي ما هو ثابت، فبالتالي البيز برايس هيرتفع. ففي الحالة دي الفلوس اللي في الخزنة زادت، والعملات اللي هي الزيادة اتعمل لها حرق، فبالتالي ده بيزود سعر البيز. فما بالك لو عدد العملات اللي موجودة في السوق بتقل فقط، والفلوس اللي في الخزنة على طول بتزيد، فبرضو البيز برايس هيفضل يصعد فقط. ده كان شرح الفكرة، ازاي البيز برايس هيفضل يزيد فقط وما بيقلش. اي معاملة بتتم على الاونتشين سواء بيع او شراء او تحويل ترانسفير عليها 2% تاكس. الاتنين في المية دي بتتقسم ازاي؟ 0.75% بيحصل لها حرق، فبالتالي بيقلل السبلاي، و 0.75% بتستخدم كضخ سيولة في الماركت كاب، بشرط ان السعر الموجود حاليا يكون اعلى من السعر البيز. واخيرا في 0.5% بيروح للفريق بيستفاد منه ان هو بيطور المشروع، وارباح للفريق من المشروع. طيب هل الموضوع ده بيشتغل على ارض الواقع ولا هو كلام نظري؟ فهم عملوا اختبار لمدة شهر، والنتائج كانت هائلة، خصوصا ان هم عملوا الاختبار على فوليوم قليل جدا، يعني الاختبار ده كان برايفت. منذ اطلاق المشروع واطلاق العملة، الزيادة اليومية بلغت نسبة 1.47%. فزي ما احنا شايفين يوم 29 نوفمبر كان البيز برايس 0.88،
بعدها بشهر يوم 31 ديسمبر وصل لـ 0.133، فبالتالي نسبة الزيادة في 32 يوم بلغت 47% بمعدل يومي 1.47%. احفظ معايا الرقم ده، يوم 31 ديسمبر 0.133. لو رحنا للويب سايت بتاعهم في الوقت الحالي السعر زاد اهو 0.1371، واحنا النهاردة لسه 10 يناير. هم عملوا حسبة بسيطة ان 1.5% زيادة يومية على مدار سنة السعر ممكن يكون عامل ازاي. لو بدأنا بسعر 0.012 هتنتهي ب 2.79 دولار، وتاريخيا سعر عملتهم بيكون سعرها 7 أضعاف سعر البيز، فبالتالي سعرها متوقع انه يوصل ل 19.5 دولار. علشان نفهم الكلام اللي اتقال ده، فسعر العملة حاليا 0.09، يعني تقريبا 9 سنت، في حين ان البيز برايس 0.01371. المؤشر للعملة دي الطبيعي انه يكون في ازدياد مع الايام، كل ما يوم يعدي الكيرف والسعر بيزيد، سواء سعر البيز سواء سعر العملة. فالعملة اسمها بود فاست. العملة دي كان حصل عليها اكتتاب قبل كده على منصة الداو ميكر والتراست سواب. لحد وقتنا الحالي هي بتتباع فقط على البانكيك سواب على شبكة باينانس، مش موجودة في اي منصة. تقدر تجيب العقد بتاعها من الكوين ماركت كاب، وبرضو هسيبهولك تحت الفيديو. طبعا ليست نصيحة استثمارية، لكن انا شايف ان ده مشروع كويس جدا جدا. طبعا لو جبت مؤشر العملة ذات نفسه مش هتلاقيه بيزيد فقط، احنا هناك كنا بنتكلم على سعر البيز هو اللي بيفضل في زيادة، لكن طبيعي ساعات بيحصل بامب وساعات يحصل دمب زي حالة السوق بالظبط تماما. فلازم نفرق بين سعر البيز وسعر العملة نفسها. انت ما تقدرش تشتري البيز، دي حاجة خاصة بالمشروع زي ما شرحنا بيتم الحفاظ على سعرها ازاي. انت اللي تقدر تشتريه هو العملة، وطبيعي طالما سعر البيز بيزيد بس ما ينفعش يقل، وسعر العملة دايما بيكون حوالي 7 أضعاف البيز برايس، بل هو كمان في الوقت الحالي أكتر من 7 أضعاف، مش زي ما هم قايلين. وفي فترة السوق الصاعد كانت وصلت لـ20 سنت، يعني 19 ضعف من 7 أضعاف. فالطبيعي إن سعر العملة دي إن شاء الله يفضل في ازدياد. بالتوفيق للجميع، وأشوفكم في فيديو آخر. سلام.